يمكن اول عضلتين ممكن ان انا طبعا شباب كلنا عارفين انه المسلز والدوميستيكيشن هما 4 عضلات، وال4 عضلات دول بينزلوا يعملوا انسيرشن في المانديبول. طبعا لما نيجي نشوف كده على المطاعم من جوه هنجد هنا طبعا اول عضله عندنا اللي هي الميديال ترجويد ماسل انسيرشن، وهنا ادي لاترال ترجويد ماسل انسيرشن. طيب نعرف منين الانسيرشن بتاع كل عضله؟ قال لك والله ده مين؟ تقول لي والله ده المانديبولار فورامين في سبوت. ومين ده؟ ده المايلو هايد جروف في برضه سبوت. هتيجي ورا المايلو هايد جروف، مش هعلم لك على المايلو جروف نفسه، انا هاجي ورا المايلو هايد جروف واقول لك ايه ده؟ تقول لي الميديال ترجويد ماسل انسيرشن. طب لو جيت قدام لا مش هنقول قدام بقى، هننزل تحت خالص في لاين كده اسمه المايلو هايد لاين، يبقى ده المايلو هايد ماسل. طيب بالنسبه يبقى دي كده الميديال ترجويد ماسل، وهجيب لك رسمه ليها برضو. لو طلعنا فوق هنا طبعا عندنا هنا الهيد، لو دخلنا بقى جوه كده حته كده، في حته كده تحس ان هي مقطوشه كده، دي اسمها الفوفيا، اسمها الترجويد فوفيا، ودي بتبقى مخصصه للانسرشن بتاع عضله تسمى اللاترال تريجويد ماسل. اللاترال تريجويد ماسل نجيب رسمه للاثنين. طبعا زي ما احنا شايفين ادي رسمه الميديال تيروجويد ماسل، والميديال تيروجويد ماسل زي ما قلنا داخله تمسك في الايه المانديبول من الداخل، بتبقى هنا في الحته دي بتبقى بيهايند ذا مايلو هايو جروف. نفس الكلام ممكن برضو نشوفه الناحيه الثانيه، برضو ادي الايه الهيدز بتاعت الميديال تيروجويد ماسل، الهيدز بتاعت الميديال تيروجويد ماسل. خلاص كده مين بقى كمان تلزمني هنا؟ اللاترال تيروجويد ماسل. اللاترال تيروجويد ماسل ايه العضله دي؟ اللاترال تيروجويد ماسل، لاتر توجيه مصر بتيجي تعمل انسرشن هنا في حاجه اسمها التريجويد فوفيا. خلاص كده طيب يبقى هنا في الفوفيا هتقول لي لاترال تريجويد ماسل انسرشن، هتقول لي هنا ورا المايلو هاي جروف تقول لي الميديال تريجويد ماسل انسرشن. دي قاعده اساسيه ان كل الماسلز بتاعت الماستيكيشن بتنزل تعمل انسرشن في المانديبول، تنزل تعلق المانديبول، تعلقه في السكال او تعلقه في الجمجمه. خلاص كده طيب في كمان عندنا عضله تسمى التيمبوراليس ماسل، ودي بتمسك هنا كانسرشن في الكورونويد بروسيس، زي ما قلنا البروسيس ده اسمه الكورونويد بروسيس، وده طبعا كلام بالنسبه لك قديم لو انت راجل مذاكر الماسلز اوف ماستيكيشن. برضه ممكن انك تشوف التمبوراليس ماسل دي من بره من جوه، يعني ممكن هنا من جوه، وبرضه نفس الكلام اللي التمبوراليس ماسل عادي لو بصينا على المانديبول لك من بره هنجد اللي التمبوراليس ماسل. طبعا هو هنا طالع جايبها فين؟ جايب بقى فوق ايه؟ جايب الاوريجين بتاعها من التمبورال فوسا، زي ما قلنا كل الماسلز دوماستيكيشن بتيجي من فوق من السكال وتنزل على المانديبول، فهو طبعا جيب لك الاوريجين بتاعها فوق في التمبورال فوسا وبتنزل تعمل الانسرشن بتاعها. وطبعا رسمه شهيره جدا رسمه التمبوراليس ماسل وهي نازله تعمل انسرشن في الكورونويد بروسيس. يبقى لو علمني في الامتحان على الكورونويد بروسيس بتاع المانديبول هقول له الانسرشن اوف ذا تمبوراليس ماسل. ويمكن اخر عضله موجوده عندنا من العضلات الاربعه اللي هم بنسميهم الماسلز اوف ذا ماستيكيشن، يمكن عندنا عضله اللي المسيتر ماسل، العضله اللي المستطيله اللي هي بتبقى نايمه على اللاترال سيرفيس بتاع الريمس اوف ذا مانديبول، لاترال سيرفيس اوف ذا ريمس اوف ذا مانديبول. وهتلاقيه برضو بيعلم لك المسيتر ماسل، معلم لك على الانسرشن وجايب لك الاوريجن بتاعها من عند الزيجوماتيك ارش او من عند الزيجوماتيك بروسيس. خلاص كده وبالتالي في الامتحان لو جه علم لي على الكورونويد بروسيس هقول له التيمبوراليس ماسل انسيرشن، لو جه علم لي على اللاترال سيرفيس اوف ذا يعني الريمس اوف ذا مانديبول هقول له الماسيتر ماسل انسيرشن، لو جه علم لي هنا عند اللي هي الالفلر مارجن طبعا تحت بقى في المانديبول الالفلر مارجن هقول له الباكسينيتور ماسل، لو جه تحت الاسنان او الضروس هقول له الاوربيكيولاريس اوريس ماسل، لو جه تحت خالص سيبك من عضلتين دوت مش عليك، لو جه تحت خالص هقول له البلاتيزما ماسل. خلاص كده يا شباب؟ طيب ها يا شباب كده احنا خلصنا طبعا كل الايه الماسلز الموجوده عندنا، لكن في حاجتين في الحقيقه يعني ادهشوني شويه في الاطلس ده. هو اول حاجه الانتيرو بيلي اوف ذا دايجستريك، الانتيرو بيلي اوف ذا دايجستريك ماسل المفروض ان هنا اوريجين، وبالتالي المفروض يلونه باللون الاحمر، ماشي هو ملونه باللون الازرق على اساس ان هو انسرشن. انت في الجامعه بتاعتك هتشوف الدكاتره رايهم ايه الانتيرو بيلي اوف ذا دايجستريك ده ايه. طبعا في كتب كبيره طبعا كاتبه انه هنا ده الاوريجن، وطبعا اطلس جدولي برضه اطلس كبير كاتب انه هنا انسرشن، فانت هتشوف يعني الانتيرو بيلي في الانتيرو بيلي اوف ذا دايجستريك ماسل. انا شخصيا مقتنع طبعا انه هو اوريجن يعني، فهو المفروض يبقى باللون اللي الاحمر انتيرو بيلي اوف ذا دايجستريك ماسل المفروض انه يبقى اوريجن. نفس الكلام برضه في البلاتيزما ماسل، البلاتيزما ماسل المفروض هنا يبقى انسرشن يعني ملونه باللون الازرق، يعني حاجات بقى دقيقه. فانت يعني شوف برضو ليه الاثنين دول، شوف كده جامعتك رايهم ايه في الايه في المساله ديت. خلاص كده شفتها في مراجع كبيره كده.